أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قوم عابدين.
صدق الله العظيم.